بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفيني على شان مينيسا كاهينا. اليوم ان شاء الله قبل ما نبدا في الفيديو نقول لكم ما تنساوش في البدايه نذكركم انكم تشتركوا في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش، انكم تشاركوا الفيديوهات وتشاركوها مع اصدقائكم. انتظر تعليقاتكم اللي تسرني بزاف واقتراحاتكم من اجل تطوير القناه. نبداو اليوم ان شاء الله عندنا وصفه تونسيه، هي السلطه، سلطة تونسيان يسموها التسطيرة. شوفوا يعني خضر موسمية. عندي هنايا لا كورجيت ولا القرعة، يعني هما اخوانا توانسة نوجه لهم تحية كبيرة، يعملوها بالقرع هذا الاخضر ولا القرع الاحمر اللي هي الكابويا عندنا، يعني لا سيدخل. المهم اللي عندكم نقطعها ونقليها. هنا عندي بيض مقلي، زوج حبات بيض مقلية، وخليت واحدة في الاخر راح نضيفها. هنا عندي فلفل خضر طرشي، وعندي زوج حبيبات تاع فلفل حار قليتهم هما تانا وقشرتهم، وقليت شويه ديفخيت. راح نشوفوا كيفاش نديروا هاد الوصفه السهله بزاف. الله، هنا عندي اون اسيت هايليك، ننزل فيها بسم الله القرعه، ننزل فيها لا طوماط، طوماطيش، ننزل فيها الفلفل. اذا كان تقدروا تاكلوا الحار ديروا معها الحار. انا هنا يعني حندير درت يعني واحد حار، نشوف راهو مازال ما درتوش، ورا ندير واحد نخلي واحد لانه يعني بلادي صغار ما ياكلوش الحار. ونزيد معهم لي فخيت، هنا عندي ثلاث حبيبات متوسطه، ونشوفوا لا سويت. هلا نخلط هنايا كامل الطوماطيش، الفلفل المقلي، القرعه المقليه، البطاطا المقليه، فوالا نخلط كلش. هاد التسميه قلت لكم كاين يقولوا لها الكفتاجي، يعني الكفتاجي فيه انواع. ان شاء الله اذا كفانا الحال ولا كتب المكتوب راح ندير لكم كفتاجي بالكبده، كفتاجي بالمرقاس، هي فيه انواع. وتقدر تكون هكذا كفتاجي يعني سلطه. يسموها التسطيره لانه الموس الكبير هذا يسمى ساطور يعني بالفصحى، ولما يكونوا بزاف نسموهم يعني يعني نسبه لهاد التسميه. وما واش نديروا، احنا حنعكس الموس، راح ندير واحد هاك وواحد هاك، يعني اتجاهين مختلفين هكا. ونبدا نقطع يعني بشكل في الاول يجيني شويه خشين، يعني انا هنا شويه باك جنتني الكاميرا. المهم الاتجاهات تكون مختلفه، واحد يقطع هك واحد هكا هكا. المقلي عندي هنا زوج حبيبات تاع البيض، زدت نقطعهم معاهم، نخلط ونقطع. اذا كان العمل جاكم صعيب يعني خذوا اي موس اللي تقطعوا به، يعني العادي اللي تقشروا به البطاطا وتقطعوا به البطاطا، باسكو دي فوا انا لابيتود يعني دو ترافاي افيك ان كوتو سبيسيال، يعني دائما كل مره تكون موالفه عندها موس تاعها ما تقدرش تبدلو، هذه يعني حقيقه. فاذا كان ما قدرتيش بالموس الكبار، مهم قطعي هكا بهذا الزيتون راح يساعدني. واخوانا التوانسة هنا تانا يزيدوا لهم الهريسة، انا يعني مانيش حنقدر نزيد لهم الهريسة، لكن هما هنا كيكونوا يقطعوا يزيدوا يحطوا معهم الهريسة. معروفين اخوانا التوانسة انهم يعني ياكلوا الهريسة، احنا ما نقدرولهاش، ف اللي يقدر على الهريسة يزيدها دركا. نزيد لها كمية تاع البصل، نخليها هي الاخرى يعني باش يقعد شاد لي لوكو تاعو، يعني البصل هنا يعني راني قطعته فمانيش راح نحطو يتهرس. فوالا، هنا تقدروا تزيدوا طون اذا حبيتوا. انا الطون يعني نزيدو، لكن نزيدو من فوق يعني نخليه من فوق، يعني راح نستبنو احسن. وننزلها نحط الكميه اللي حنستعملها اللي حنستهلكها. بنينه بزاف هاد السلطة، وصدقوني ياكلوها كبار وصغار، سلطة صيفية لوكو تاعها هايل، وسورتو كي تبرد، يعني انا شخصيا نحبها وهي باردة. تقدروا تاكلوها دافية، تقدروا تاكلوها باردة. الوغ في الاخير
نديرو لها هكا هنف نقليوه ونخلو هكا كيما راهو. نحطو عليها شويه تاع الطون تاع اويل طون بالزيت، صدقوني بنينه بزاف، ونشبخوها بالمعدنوس والزيتون. فوالا وهكا يكون واجد لو بلا تاعنا، طبق تونسي سلطه صيفيه التسطيره. نتمنى ان شاء الله اني نكون وفقت في اداء هذا الوصفه. هاي ليك فوالا، نشهيكم فيها لانها فعلا بنينه. نقولكم ميليسات تهلاو في روحتكم، على بروشان ان شاء الله. سلام.